الحقيقة أن هذا الرقم الذي ذكر ربما لا يكون دقيقا، ذلك لأن هناك الآلاف من العراقيين يقتلون بلا ذنب، مرة بمفخخات ومرة بهجوم مباغت من قبل الأمريكان على أو قوات الاحتلال على مدن بأكملها. نحن نعتقد بأن هذه الأرقام مبالغ فيها على هذا المستوى. أنا أعتقد أنه رقم غير صحيح، وأنه في العراق الآن موجودين مخلصين يسعون إلى وقف هذا العنف الكبير. But I think we lost hundreds of thousands of people, but we don't know the exact number. The Iraqi government trying to show a good face of Iraq. أنا رجل حكومي وبالتالي يحاول دائما تقليل الخسائر لكي يصل إلى نتيجة أن هذه الحقبة من الزمن قل فيها القتل، هذا من جانب. الجانب الآخر هو يتحدث عن المشرحة في باب معظم ليس إلا، وبالتالي إذا كان فقط في المشرحة هذا العدد فبالتأكيد أن التقرير الذي يقول 650 ألف عراقي قد قتل في العراق يعد تقرير وعدد يقارب من الحقيقة، إذا لم أقول أنه أنقص من حقيقة ما يقتل على أرض العراق.